يتهمني زميلي الأخ شعيب، يتهمني في المحور الأول أني أحابي الشركات، وهذا اتهام. وأنا أقول للأخوة النواب لا تلتفتون للاتهامات، أبيكم بس تلتفتون على الأدلة، وراح أعرض عليكم عقوبات على شركات كنت حاسم في اتخاذها. وإذا كان الأخ شعيب الأخ الفاضل بثامر يحابي الشركات ما يحط أسماءها، أنا راح أعرض كل أسماء الشركات. وهذا قرار باستبعاد شركات من المشاركة بمناقصات المؤسسة فقط لأنها كانت متأخرة 12% في مشاريع المؤسسة. تفضلوا. شركة الخليج المتحدة للإنشاءات استبعاد، الشركة الأحمدية للمقاولات استبعاد، شركة المجموعة المشتركة استبعاد، شركة محمد عبد المحسن الخرافي استبعاد، شركة برهان الدولية للإنشاءات سحب الأعمال وحرمان 3 سنوات، الشركة العالمية للمباني سحب الأعمال وحرمان 3 سنوات، المسجد المساع الحادث المسجد، الشركة العالمية سحب الأعمال وحرمان 3 سنوات، حرمان شركة التوباد للتجارة العامة والمقاولات لمدة 3 سنوات، حرمان شركة الإنماء العقارية من المشاركة لمدة 2 سنين، حرمان الشركات التالية من المشاركة لمدة سنة واحدة، شركة الرابية للإنشاءات، شركة الخليج المتحدة للإنشاءات، شركة محمد عبد المحسن الخرافي، بالإضافة إلى قرارات أخرى راح أذكرها لكم في وقتها.